قولها: هناك رجل مسلم قد استدان من رجل من أهل الكتاب مبلغا من المال، وقد توفي هذا الرجل المسلم منذ 3 سنوات ولم يسدد دينه، وأهله لا يعلمون به، وقد أردت إبلاغ أهله عنه ليقوموا بسداده عنه، فرفض الدائن إبلاغهم دون أن يسامحه، وأنا أعلم ضرورة الوفاء بدين الميت، فروحه مرهونة بدينه، فما رأيكم في هذه المسألة؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الذي يلزم عليك أيتها السائلة أن تبلغي أولياء الميت بالدين الذي عليه لهذا الكتاب أو لهذا الذي ذكرت أن له عليه حقا، فيجب عليك تبليغ أولياء الميت، هذا ما يسعك. أما كونهم يسددون عنه أو لا يسددون فهذا شيء راجع إليهم، إن كان بالدين وثيقة وثبت فهذا يجب عليهم حتما أن يسددوه، وإن لم يكن به وثيقة إلا الشهادة التي أدليت بها فهذا لا يثبت الحق، ولكن يعتبر قرينة أو بعض قرينة أو بعض بينة، هذا راجع إليهم، والأحوط والأحسن لهم أن يبرئوا ذمة ميتهم من دينه. نعم، لو قامت هي بتسديده من باب الصدقة هل يجزئ هذا؟ هذا شيء طيب. نعم، لو قامت هي بتسديده أو أي مسلم قام بتسديده عن هذا الميت هذا شيء طيب ويؤجر عليه وتبرأ به ذمة الميت. نعم إن شاء الله.